قالت وسائل إعلام رسمية صينية إن شروط كورونا التي طبقتها عدة بلدان حول العالم بسبب زيادة الإصابات بالمرض في الصين تمييزية في أوضح رد حتى الآن على القيود التي تبطئ إعادة فتح البلاد. وقالت صحيفة جلوبال تايمز الرسمية إن النية الحقيقية هي تخريب جهود الصين على مدى 3 أعوام للسيطرة على كورونا ومهاجمة نظام البلاد. وصفت القيود بأنها بلا أساس وتمييزية. كذلك فقد قالت منظمة الصحة العالمية أنها بحاجة لمزيد من المعلومات لتقييم الزيادة الأخيرة في عدد الإصابات بكورونا في الصين، وفق ما أعلن مدير منظمة الصحة تيدروس أدهانوم. وارتفعت الإصابات في أنحاء الصين هذا الشهر بعدما تخلت بكين عن سياستها الصارمة صفر كوفيد، بما في ذلك إخضاع السكان لفحوصات PCR بشكل منتظم. وفي أعقاب ذلك ألزمت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية والهند وإيطاليا واليابان وتايوان المسافرين القادمين من الصين بإجراء فحوصات للكشف عن كوفيد. أرحب مباشرة بأستاذ علم المناعة وتطوير اللقاحات الدكتور أحمد سلمان من أكسفورد. أهلا ومرحبا بك معنا دكتور. تقييم الأوضاع الآن لما يحدث في الصين، وهل بالفعل الإجراءات التي يتم اتخاذها وتصريحات أدهانوم بأنه يجب على الحصول على معلومات أكثر، هل هي تمييزية باتجاه الصين أم أنها إجراءات سليمة؟ أهلا وسهلا أستاذ عبد الله، وأهلا بحضرتك والسادة المشاهدين. طبعا هو احنا جربنا القيود بصورة صارمة من قبل وليست فعالة، ولكن طبعا يعني حتى يتم موازنة الأمر الكشف عن الإصابات أو طلب مثلا يعني PCR أو أن يكون المسافر تلقى جرعة من اللقاحات، طبعا دي ليها يعني فائدة كبيرة. في ممكن نوع من أنواع الضغط على الصين حتى تشارك البيانات بصورة فيها شفافية، لأنه للأسف الصين طبعا يعني معروف أنه كان في إصابات عالية جدا خلال الفترة الماضية نتيجة الفتح في توقيت خاطئ بعد يعني زيرو كوفيد بوليسي التي تبعتها الصين خلال الفترة الماضية، ولم تكن يعني فعالة بصورة كبيرة، وحتى اختيار الوقت لإنهاء هذه الطريقة كان خاطئ جدا في فترة الشتاء مع ظهور المتحورات و فرصة حدوث فيروسات البرد وانتشارها والإصابات بها بتحدث في فصل الشتاء. جايز في ضغط على الصين حتى تشارك المعلومات، لأن هي أوقفت إصدار الأرقام بصورة رسمية من حوالي يعني أسبوع أو أقل من ذلك. في ظل هذه الإجراءات في الداخل الصيني، إيقاف بسياسة صفر كوفيد وعدم الإعلان عن الأرقام، هل هناك مخاوف من تفشي عالمي بردة فعل هذه الدول الواضحة؟ هو طبعا للأسف العالم كما وجدنا خلال الفترة الماضية الإصابة بفيروس في مكان ما سينتشر بسهولة لجميع أماكن العالم، وبالتالي لا يمكن أن يعني تتبع الصين فكرة أن هو طالما شأن داخلي في فيروس منتشر بهذه الصورة أن أنا لا أشارك المعلومات لأنه داخل الصين، لأنه بصورة بديهية سيتم انتشاره، وهذا ما حدث بالفعل. وبالتالي جايز هناك ضغوط من منظمة الصحة العالمية ومن هذه الدول حتى يعني تجبر الصين بنوع ما أن تشارك هذه البيانات وخطورة الوضع، وبالتالي يتم التأهب للوضع. لابد أيضا على الناحية الأخرى أن يتم القول أنه حتى لو ظهرت سلالات جديدة من كورونا يعني أكيد لن تكون في سوء بداية الوباء في عدم وجود مناعة مجتمعية، ولكن يعني ممكن أن يحدث بنسبة كبيرة ظهور سلالة أكثر في الانتشار أو ليس لديها مناعة جيدة للناس حتى لو كانوا تلقوا اللقاح، خصوصا بعد الإغلاق في فترة طويلة جدا في الصين. حدث تحورات كثيرة جدا خلال هذه الفترة، والآن مع معدل الإصابات العالي جدا ستحدث طفرات عديدة جدا في الفيروس، وممكن تحدث يعني بصورة ما ظهور سلالة جديدة أو متغير جديد يكون أسرع في الإصابة أو أشد في الأعراض. بالفعل مثلا BF7 السلالة المنبثقة من أوميكرون BA5 هي نعم شكرا لك. من 10 نعم. ل 10 يعني 18 مرة، ولكن نأمل أنها لا تكون أشد في الإصابة. نعم شكرا لك، أشكرك على هذه المشاركة. كنت معنا أستاذ علم المناعة وتطوير اللقاحات دكتور أحمد سلمان من أكسفورد، شكرا لك.